مش هنقولها لك يا غريمي انك تحفل عليا، انا اتغلبت النهارده 4-3 من البنك الاهلي، والزمالك النهارده اتغلب 3-2 من الجونه، فواحده واحده كده وريح. هتكلم بقى عن نفسي، انا بالنسبه لي يا جماعه كاهلاوي، انا بصراحه اول ما شفت ام التيشيرت الرمادي ده، والتيشيرت ده اصلا نحس من ايام ماتش فلومينينسي. بص، هو الاهلي لعب بيه ماتشين وشال اهو الماتشين، انا بصراحه مش عارف ايه النحس اللي في ام التيشيرت الرمادي ده. دي حاجه. تاني حاجه، بس خلي بالك ان النادي الاهلي جه النهارده فيه 4 تجوال. عارف يعني ايه 4 تجوال يا جماعه؟ احنا الرقم ده ما جاش فينا من ايام خماسيه سان داونز. الاهلي ما شالش الرقم ده في الدوري تقريبا من اي فرقه. ده ان دل على شيء يدل على ان النهارده دفاعك كان مستباح يا جماعه. القرف اللي كان في الدفاع ده، كولر يتحمل مسؤولية الهزيمة كاملة. هو عشان عمر كمال جوكر هتقوم تلعبه سيرد باك؟ ايه يا عم الحاج؟ طب جوكر راجل بيلعب باك، بيلعب وينج، بيلعب مركز 8 في القلب، انما بتلعبه يا راجل سيرد باك ورا ويبقى فيه ورا شوارع؟ ده غير طبعا نص الملعب اللي ما كانش فيه بينه وبين الدفاع اي ربط خالص، وناحيه اليمين حتى برضو اكرم توفيق ما كانش في حالته. ايه يا عم كولر؟ هو في ايه يا برنس؟ حتى بعد كل ده يعني انت تقدمت ومش عايز حتى يعني تامن حتى حد في الدفاع؟ بعد حتى ما تقدمت ما نزلتش كهربا علشان تستغل السرعات في ورا خط ظهر البنك الاهلي علشان تضرب وتحرز ثالث ورابع وخامس، ومنزل تغييراتك برضه في الدقيقه 70 وما بعد الدقيقه 70؟ يا عم هو حرام عليك يا عم، احنا صايمين بالله عليك؟ اهلي اللي بيدي اي حد في البلاس 90 البس انا الرابع في الدقيقه 94؟ من امتى؟ من امتى انا بلبس الرابع في الدقيقه 4؟ انا البس اي حد ليه؟ ليه اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا يا عم كولر؟ ليه كده؟ بغض النظر بقى يا جماعه عن كل غلطات كولر اللي انا قلت لك عليها دي، النادي الاهلي النهارده طبعا ليه ضربه جزاء. انا مش فاهم دي ازاي مش ضربه جزاء، حد يا جماعه يفهمني. هو على اساس كده يعني ان ايمن اشرف ايده لازقه لا مؤاخذه في جنبه؟ ايه يا عم ده؟ ده ما في بقى، ده في فدان بين ايده وجنبه، ازاي دي ما تتحسبش ضربه جزاء؟ يا جدعان يا جدعان، النادي الاهلي قال فرقه في الدوري اتحسب لها ضربات جزاء. انتوا عارفين طبعا ان اكتر فرقه في الدوري مين؟ هو احنا يا جماعه يعني لازم نلبس ابيض عشان تحسبوا لنا ضربات جزاء؟ يا جماعه ده كولر الفتره اللي جايه لازم كده ايه، لملم اوراقك، اظبط ادائك. خلي بالك ان النادي الاهلي لا يتنازل عن اي بطوله بيلعبها، هتبقى عارف احنا لا بطوله بتكفينا ولا 100 بتشبعنا.